السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج حكاية ولاد البلد في موسمه الجديد. في البداية طبعا كل سنة وكل شعوب العالم بخير، وخصوصا بلدنا مصر. عام هجري جديد وموسم أيضا لبرنامج حكاوي البلد جديد. معانا فقرة التحدي وضمناها للبرنامج، هتكون فقرة خاصة إن شاء الله بالرياضة. فقراتنا لكل ولاد البلد ولكل أهل البلد. سعيدة بيكو وسعيدة إن أنا هلتقي بيكو تاني مع زميلي كابتن طارق. مساء الخير يا طارق. مساء الخير، وبحيي السادة المشاهدين وبحييك يا أستاذة أسماء المذيعة المتألقة. يعني ان شاء الله باذن الله برنامجنا هيكون معاكم وليكم في بيوتنا، في شوارعنا، في ميداننا، في اسواقنا، في حياتنا، في مشاكلنا، في افراحنا، لا قدر الله في اي حاجه معاكم. عايزه مشاركتكم، حابه تتابعوني على صفحه البرنامج، تتابعونا بكل التطورات، كل حد في دماغه في خياله حاجة يقولها. كابتن طارق هيقدم فقرة التحدي في نهاية كل حلقة، فقرة رياضية هتكون طبعا يا طارق خاصة بكل يخص الرياضة، بكل حاجة، كل اللي تخص التمارين البطن، تخص التمارين، كل التمارين بشكل عام. واللي عندهم مشاكل في الخشونة، عندهم مشاكل معينة مثلا، اي مشاكل عندهم ان شاء الله الحلول كلها موجودة، وهيفرحوا يعني ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. النهارده حلقتنا بمناسبه عام هجري جديد، هنبداها بالصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في البدايه طبعا عايزه اقول معانا موضوع مش هيخرج بره اي موسم واي حلقه بنعملها. معانا موضوع مهم قوي ويهمنا، وهيشاركنا فيه طبعا، وبنشكر جريدة البوابة اليوم رئيس مجلس الإدارة أستاذ عيد شعبان، مشكورا هينزل لنا كل شغلنا بالنسبة للبرنامج، ألا وهو كتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان تحت رعاية صندوق مكافحة المخدرات. أرجع تاني وأقول يا شباب، فوقوا وارجعوا لنفسيكم، ارجع لدينك، لأهلك، لوطنك، لنفسك. في مفاجأة كتلة عاملاها، طبعا الكتلة أرقامها هتكون ظاهرة على الشاشة. محتاجين الاختيار، وبالفعل الآن في صدد بناء مستشفى الاختيار. سميناها ليه الاختيار؟ الأستاذة عنايات السنان اختارت اسم وهو الاختيار، لأن قدامك طريقين، طريق إن أنت تبطل وتشفى، وطريق ان انت مش عايز تكون انسان سوي وعادي. معانا احنا طريق الاختيار، هو طريقك انت، طريق النجاح، طريق الشفاء من الادمان، طريق ان انت ترجع شاب بلدي مصري، راجل ظهرك في ظهر اهلك، سند لوطنك. رجاء خاص ارجعوا تاني. وعايزه اقول لكل متعافي تاني شكرا ليك، شكرا لإرادتك لقوتك. مش عايز اخد من وقت البرنامج كتير، لكن كل اللي عايز اقوله لكم، يلا يا شباب احنا مستنيينكم، وان شاء الله مستشفى الاختيار هتكون احسن اختيار. حلقتنا النهارده معانا اهل القرآن. اهل القرآن يعني ناس بتتكلم بروح القرآن. كلنا الحمد لله رب العالمين بنعشق القرآن، ولكن في درجات للقرآن. الدرجات دي هنتكلم فيها، هنعرف فضل القرآن، هنعرف فضل قرايته، يعني ايه نعمل انشودة قرآنية، يعني ايه نعمل حفلة دينية. كل ده هيكون مع ضيوفنا الكرام اللي مشرفيني ومنوريني النهارده، الشيخ محمد حسني عمار، إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا فندم. اهلا بك، كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بخير. ومعانا الحاج جميل جدا رضا فهمي مصطفى، منسق الحفلات الدينيه. اهلا بك، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب. اهلا بك يا حاج رضا، اهلا بك يا شيخ محمد. اهلا بحضرتك، شرفتنا في البرنامج. الله يبارك في عمر حضرتك. اتفضل يا ابدا بكلامي مع حضرتك بالصلاه على النبي. السلام.
عدم السؤال الاولاني يعني عدم الصدق في الوعد واللي الرسول اتكلم عنه اللي هو اساسا بيبقى في ايات المنافق، يعني نقول للناس دي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا شك ان الصدق يعتبر قيمه حضاريه ويعتبر من افضل القيم والاخلاقيات التي دعا اليها الاسلام، فان الحق تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الصدق فضيله من علامه من علامات الايمان، والكذب يعتبر علامه من علامات النفاق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عد الكذب علامة من علامات النفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهنا يجب على المجتمع أن يتحلى بفضيلة الصدق وأن يبتعد عن الكذب باعتباره أنه صفة من صفات المنافقين. طبعا في البداية برحب بضيوفي تاني، بس عايزة أقول طبعا القرآن الكريم دين الله، كتاب الله، أوحي به رسول الله. فعشان أبدأ بيه بالروحانيات، عايزة أبدأ مع الحاج رضا وأقول له يعني إيه حفلة دينية أخرج منها متشبعة بيها روحانيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحفلات الدينية حضرتك أي إنسان يخرج، بحس في آيات اللي جسمي يعني ده مش معايا خالص، والدموع نازلة لوحدها كده. إذن ده بيعتبر البني آدم التقي، أو يعني في ناس كتير مثلا بتبقى جنب الشيوخ تهلل وتقول الله وبتاع، في آيات عذاب بيهللوا فيه، ولكن في آيات فيها مثلا جنة وفيها حاجات كتيرة، دي نفحات ربانية ورحمة من عند ربنا. بالظبط كده حضرتك، بالظبط حضرتك كده. فالنهاردة مثلا حضرتك، النهاردة الحاجات يعني أي حاجة فيها دين بني آدم فينا بيشعر. يعني شوف حضرتك، أنا جاني والشيخ محمد لأن احنا جايين نتكلم في قرآن ربنا. صحيح، ما احنا جايين مثلا نتكلم في حاجات، يعني احنا اصلا اهل قران. يعني فضيله الشيخ محمد راجل امام وخطيب، وشعرت فيه المواصفات الجميله كلها، اللي هو راجل يعني يعني امام وخطيب. شوف بيخطب كم واحد، كم مليون بني ادم بيقعد قدام كلهم. مش هنقول امام وخطيب، احنا عايزين نقول يا شيخ محمد ان انت بتادي رساله دعوه هتتحاسب عليها، زي ما احنا دلوقتي هنتحاسب، هنقدم رساله، ده حقيقي، هنتحاسب عليها. ده حقيقي. رساله القران يا شيخ محمد، رساله القران دي رساله مهمه قوي، تقول ايه للناس اللي بتقدمها؟ اللي طبعا القران يعتبر معجزه خالده وباقيه الى يوم القيامه. طبعا كل نبي ربنا سبحانه وتعالى ايده بمعجزه تدل على رسالته. صحيح. وتدل على نبوته. وطبعا جميع المعجزات اللي هي نزلت على الانبياء انقرضت لوقتها، ولكن المعجزة الباقية والخالدة إلى يوم القيامة التي أيد الله بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. لذلك القرآن الكريم يعتبر هو كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا تصل إليه أياد العابسين بحذف أو إضافة أو تحريف. ليه؟ لأن الله عز وجل تعهد هذا الكتاب بحفظه وعنايته، فقال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إذن القرآن الكريم بيدعو إلى كل خلق كريم، وبينهى عن كل خلق ذميم. القرآن الكريم فيه الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. القرآن الكريم فيه التواضع: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. القرآن الكريم فيه العدالة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. القرآن الكريم فيه دعوة إلى الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صحيح. القرآن الكريم أيضا فيه دعوة إلى الوفاء
فيه دعوة إلى الوفاء بالعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كذلك أيضا زي القرآن الكريم ما دعا إلى الأخلاقيات الحميدة، القرآن الكريم أيضا بينهى عن كل خلق ذميم، فينهى عن الكذب، ينهى عن التجسس، ينهى عن تتبع عورات الناس، ينهى عن إشاعة الفاحشة، بينهى عن التطفيف في المكاييل والموازين، بينهى عن أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا، دعوة القرآن الكريم صحيح. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بينهى عن التجسس. بمناسبة يا شيخ الدعوة للأمانة، أنت حضرتك ذكرتها دلوقتي، بالنسبة للزور دي عاملة مشكلة كبيرة جدا، والموضوع بقى متساهل مع ناس كتير قوي، فاكرة الموضوع سهل، فاكرة الموضوع اللي أنا أخش لو في مشكلة مع حد أشهد بالزور. طب حكم الزور ايه في القرآن برضو عشان الناس تبقى عارفة؟ طبعا شهادة الزور اللي الرسول عدها كبيرة من الكبائر، وتعتبر شهادة الزور الإنسان اللي بيشهد الزور ده يا أستاذة يعتبر هو وعابد الوثن سواء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالإنسان الذي يشهد الزور بيقلب الموازين، بيجعل الحق باطل والباطل حق، ويجعل الذي له حق ليس له حق، والإنسان الذي ليس له حق يجعل له حق، فبتقلب الموازين. لذلك كانت عقوبة شاهد الزور له عقوبة يعني عدها النبي صلى الله عليه وسلم، عدها من الكبائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اجتنبوا السبع الموبقات، وعد النبي منها صلى الله عليه وسلم شهادة الزور، وقال إيه؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كنا بين رسول الله، قال عقوق الوالدين، وقال وثم قال إيه؟ وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فشهادة الزور تعتبر كبيرة من الكبائر ولها عقوبة كبيرة عند رب العالمين. فالذي يشهد الزور يعني بيقلب الموازين، ويعتبر هو وعابد الوثن سواء. وعايزين نقول برضو أن بيقلب الموازين وبيظلم مظاليم، وطبعا فيها ظلم، فيها ظلم، والظلم ربنا سبحانه وتعالى حرمه، ظلم ظلمات، وربنا سبحانه وتعالى حتى حرم الظلم على نفسه. صحيح. إن يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسه. فهنا يجب على شاهد الزور أنه لابد أن يرد الحقوق لأصحابها، ثم بعد ذلك لابد أن يخلص في التوبة إلى الله عز وجل. يتخرجنا يا حاج رضا في جزئية، وهي الحفلات الدينية أو الأناشيد أو العزا برضو السرادق اللي بيقام. اختيار الشيوخ، يعني احنا كنا بنسمع الشيخ الطبلاوي رحمة الله عليه طبعا. قلوبنا بتتوجل معه، يعني بحس أن أنا عايشة معاه الآية القرآنية ومتعمقة فيها. شيوخنا الأجلاء ليهم أسماء كتير، ومنها الشيخ خضر. الشيوخ دي يا شيخنا عايزة بقيت شيوخنا تتمثل بيهم، توجه رسالة لأصحاب الحفلات الدينية أو سرادق العزاء أو من يقومون بانتداب الشيوخ لإقامة مثل هذه الحاجات، نقول لهم إيه؟ والله حضرتك النهاردة الشيخ محمد محمود الطبلاوي ده بيعتبر كان سفير لإذاعة القرآن الكريم، بل في الدول العربية والأوروبية. صحيح. انا يعني خدت بعض المعلومات، وانا اشرف الا انا من محافظة المنوفية، وبالتحديد من قرية كفربية مركز تلة، خدت بال حضرتك. واحنا بيننا وبين الشيخ محمد محمود الطبلاوي مسقط رأسه اصلا قرية صفت قدام مركز تلة، ولكن هو ترعرع في القرية ودخل الكتاب، وكان والده الله يرحمه الشيخ محمد محمود كان بيجسل عليه، يعني الناس كانت بتدي للشيخ ساغ، هو كان بيدي تعريفة للشيخ المحفظ عشان يحفظه تشجيعاً قرآن كريم. فلما ختم قرآن كريم فجاب خروف وذبحه في القرية، وجاب الشيوخ. والشيخ محمد محمود الطبلاوي كان حضرتك يعني اتجه الى القران، فراح القاهره. هو بالتحديد اتربى في ميت عقبه وانشا وراح معهد القراءات، وفي حاجات كتير قوي للشيخ الطبلاوي حضرتك احنا لو قعدنا نتكلم عليها هناخد حلقه كبيره، وانها موهبه من الله سبحانه. لان موهبه طب. الشيخ محمد محمود الطبلاوي حضرتك اخر لقاء انا التقيت بيه بحاجات كتيره، كان راجل صاحب واجب، كان راجل يعني بيحب بلده وبيحب اهله وناسه واسرته بصراحه ربنا يعني. وكان من حكاوي قرايبه ليا، فقال لك الشيخ عباسط كان معاه من فتره من الفترات، فكان لما بروح معاه بعض الحفلات الدينيه كان بيخلص بدري عشان يدخل الشيخ محمد محمود الطبلاوي يقرا ياخد فرصته.
دي اخلاق القران. ده اخلاق القران. ده بقى حضرتك مين من الاصوات الجميله اللي هو حضرتك صعب تلاقيها موجوده دلوقتي. نيجي بقى اننا في قراء كتير في المنوفيه، يعني عندنا شعبان الصياد، عندنا الشيخ محمود علي البنا. طبعا معلومات عن الشيخ محمود علي البنا كمان طرقوا اساميه على شوارع الغربيه. نستأذن حضرتك، معانا تليفون الشيخ الخضر. الو، مساء الخير يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم، الله يكرمك. الله يبارك. اهلا بيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ كل عام وحضرتك بخير. كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. وانت طيب يا رب. من القارئين المقرئين للقران بجد اللي صوتهم يجلك القلوب، بنرحب بيك يا فندم. ربنا يعزك، ربنا يعزك يا فندم، ربنا يعزك. ربنا يخليك. اتفضل، تأمرنا بأي سؤال ولا مداخلة لمباركة للبرنامج؟ أنا بوكل البرنامج بباركم إن شاء الله بإذن الله، وربنا سبحانه وتعالى يرفعكم فينا أكثر وأكثر. اللهم آمين يا رب. يكون يعني قناة يعني تكون مستهدفة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، ربنا يخليك. إن شاء الله، إن شاء الله. أتمنى بقى بالمداخلة دي نسمع حاجة صغيرة كده للسادة المشاهدين، ده بعد إذنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، مبارك الله فيك وحبب القرآن إلينا وإليكم وإلى الناس أجمعين. أشكرك على المداخلة يا شيخ خضر. أشكرك. شكرا. نرجع شيخ محمد، طبعا القرآن وروح القرآن يعني هي خرجتنا بس دخلتنا. تمام. خرجتنا من جو الحلقة لكن دخلتنا في روحانيات فضل القرآن في بيوتنا يا شيخ محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضل القرآن الكريم وتلاوة قارئ هذا القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالذي يقرأ القرآن الكريم بشرهم الحق تبارك وتعالى بأنهم هم خير الناس. بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، أجر التعتعة طبعا.
وأجر القراءة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذي يقرأ القرآن الكريم ويكون حافظا لآياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن الكريم فاستظهره، يعني حافظا لآياته، فأحل حلاله وحرم حرامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفعه الله في 70 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن سيكون شفيعا له يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. إلى غير ذلك، أن القرآن الكريم يعتبر شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضل هذا القرآن الكريم وفضل الذي يقرأه، بل إن الرسول يعني بيأمر. أستأذنك يا شيخنا، معنا مداخلة. أستاذ ياسر علي السيد، ألو. ألو. أي يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا أستاذة؟ الحمد لله يا فندم. أكلم الكابتن طارق بعد إذنك. كل سنة طيبين. كل سنة طيب يا حبيبي، اتفضل. اتفضل، سامعك سامعك، اتفضل. كابتن طارق. أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ ياسر علي معاك. يا اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ ياسر؟ اهلا وسهلا، اتفضل. ياسر علي شركه الاهرام. اهلا وسهلا يا حبيبي، اهلا وسهلا. انا كابتن طارق. ازيك يا كابتن طارق؟ الله يكرمك يا رب، ربنا يخليك. انا سعيد جدا بالحلقه، والحلقه ممتازه جدا، والحلقه بتتكلم في الدين، وحاجه دي حاجه ممتازه جدا. واحنا متابعين للبرنامج من فتره كبيره، وسعداء بيك يا كابتن طارق. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. ده شرف ليا اللي بتعملها في الحلقه. الله يخليك، شرف ليا والله. وان شاء الله هنستنظرك على التمارين بعد الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، الف شكر. شكرا. نرجع لشيخنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعلى من الذين يقرؤون القران الكريم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان قراءه القران الكريم يعني بتشهدها الملائكه، يعني الانسان الذي يقرا القران بتشهده الملائكه. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى اليه رجل اسمه اسيد بن حضير، ده صحابي، وده مدى تأثير القرآن الكريم على الإنسان القارئ، إن الذي يقرأ القرآن الكريم القراءة بتشهدها الملائكة. وسيد بن حضير ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إيه: كنت أقرأ البارحة القرآن الكريم فجالت فرس، يعني كان عنده فرس، فتحرك جالت يعني تحركت فاضطربت، فسكت عن القراءة فسكتت، فعدت للقراءة فعادت يعني تحركت، فخفت أن تطأ ولدي يحيى، فقلت لما يأتي الصباح سأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما جاء الصباح فوجد فيها ظلة كأمثال المصابيح، فجاء الصباح أخبر الرسول بذلك، قال: يا رسول الله، كنت أقرأ البارحة القرآن الكريم فجالت فرسي فسكت فسكتت، فعدت فعادت، فخفت أن تطأ ولدي يحيى، فخرجت أنظر إلى السماء فوجدت فيها ظلة كأمثال المصابيح، فما ذاك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك ملائكة الله نزلت تتسمع لتلاوة القرآن الكريم، ولو ظللت تقرأ لظلت الملائكة حتى رآها الناس في الصباح. وقد جاءتنا مكالمة من النجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بيك، نورت الحلقه، وبالمداخله الجميله، ورحمه الله على الوالد، وبارك الله فيك. الله يكرمك. امين يا رب، امين يا رب يا رب. الله يكرمك. اتفضل، تحب تقول حاجه؟ والله حضرتك اللي اتصلوا بيا في الاعداد يعني بيكلموني بيقول لي يعني يا اهلا بيك معانا في الحلقه. طبعا لان انت طبعا بالنسبه لنا نجل شيخ فاضل، كلنا بنحبه وبنترحم عليه. طيبين. ربنا يخليك. والحاج رضا كان عايز يتكلم مع حضرتك، اتفضل يا حاج رضا. اتفضل يا شيخ محمد، تحت امرك. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله. الله يخليك. الله يخليك. ربنا يخليك. هم يعني كل عام وانتم بخير. الاستاذه اسماء يعني برضو احنا بنشرف بحضرتك، ونتمنى يعني الاستاذه اسماء عايزه تسمع مقطع من حضرتك بقى لفضيله ان شاء الله لحضرتك يعني. والله ده هم يعني اتصلوا بيا كده يعني مفاجئ كده والله. لا يعني انت ان شاء الله هتنورنا تكون ضيف معانا في البرنامج باذن الله. باذن الله لما اجي لكم بقى ان شاء الله. خلاص ان شاء الله باذن الله، وشكرا للمداخله. تفضل كمل يا شيخ محمد، كمل. فقراءة القرآن الكريم بتشهدها الملائكة كما حدث في قصة أسيد بن حضير. وهنا يجب على كل ولي الأمر أنه لابد أن يحفظ ابنه كتاب الله، ولابد أن يعلمها القرآن الكريم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على تلاوته صلى الله عليه وسلم. تمام.
بالنسبه شيخنا طبعا الموضوع ده ممكن المشاهدين يستغربوا شويه، السؤال ده مهم جدا جدا. احنا داخلين على انتخابات، الناس اللي بتبيع صوتها نقول لهم ايه؟ هل ده يحتسب رشوه؟ يتم احتسابه رشوه؟ نقول للناس ايه اللي بتبيع صوتها في الانتخابات؟ طبعا كل انسان في موضوع الانتخابات، كل انسان له حريه الراي، وكل انسان لابد ان يبدي برايه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يكن احدكم امعه، ان احسن الناس احسنت، وان اساء يقول اسات، ولكن وطنوا انفسكم، فان احسن الناس احسنوا، وان اساءوا تجنبوا اساءتهم. فموضوع الانتخابات كل انسان لابد ان يبدي برايه، لان ده يعتبر من باب الشهاده. انما ان انا اجيب واحد ان انا اعطيه مبلغ من المال في مقابل هذا الصوت، فهذا يعتبر فيه مخالفه، في يعني تعتبر مخالفه شرعيه، وهنا لا يجوز. حاج رضا، لو قلنا الحفلات الدينيه اللي بيكون فيها جزء من الانشوده مع الضف مع الزار والناس بتتفاعل معاها بشكل جامد يعني، وبتبتدي تتمايل وتبقى الموضوع واخد شكل تاني، هل دي شرعا حرام ولا دي تعتبر برضو حلقة ذكر فيها ملائكة حاضرة؟ ايه حكمها؟ لا اكيد حضرتك، هو حضرتك دي بتعتبر طبعا ديت يعني مخالفة حضرتك. النهاردة يعني الانشدة الدينية كان في منشد ديني كنت اعرفه زمان، كان اسمه الشيخ طلعت مع عبد الموجود حواش، حتى هو حضرتك الوحيد اللي دخل اذاعة قرار كريم في التواشيح متاهل يعني. تمام. ده كان واحد بيكتب له القصص، خدت بال حضرتك؟ وكانت الناس زمان كانت بسيطه، كانت بتقعد تسمعه، بيقعدوا يشربوا شاي، بيشربوا معسل بتاع، فيها مدح في الرسول، بنسميها حلقه ذكر، حلقه ذكر دي حقيقه. فطبعا حضرتك الحلقات دلوقتي احنا في وقت دلوقتي حضرتك دخل فيه حاجات كتيره جدا، ابداعات والنت والحاجات دي كلها. لكن النهارده زمان لو رجعت السنين ورا هتلاقي حضرتك زمان كان احسن من دلوقتي. صحيح. يعني دلوقتي حضرتك الناس ما بقتش زي الاول، يعني الفتره اللي فاتت كانت الناس بسيطه وبتقعد تسمع قصص، كان يقول مثلا قصه عن عمده، قصه عن واحد ظالم في قريه، خدت بال حضرتك؟ هو الزمن لن يتغير، ولكن الناس اللي بتتغير، الناس اللي بتتغير دي حاليا. ده حقيقي، ده حقيقي حضرتك. يعني ما دي ترجعنا يا شيخ محمد ان احنا لازم نتمثل بالقران وبكتاب الله. لو فتحنا كتاب الله، ربنا نزل الاديان كلها بكتب سماويه، فيها كل حاجه، في اخلاقنا، في تربيتنا، نمشي ازاي، نعمل ايه، نتمثل بكل شيء. فدي نرجع لان الشيخ محمد كان بيتكلم ان لازم البيت المصري يكون فيه تعليم القران، وللعلم تعليم القران هو فيه اللغه العربيه السليمه. تمام. صح يا شيخنا؟ فدي رساله لازم نقولها لاهالينا، لاولادنا، للاباء والامهات، الشباب اللي طالعين. صحيح. يا طارق. ان احنا لازم ولادنا نوعيهم. بالظبط، نوعيهم. كان عندنا زمان الكتاب. كنت لسه اقول لحضرتك. فكلنا طالعين عندنا النزعه الدينيه شديده شويه. النهارده ممكن الناس بتهتم بمدرسه انجليش وانترناشونال طيب فين الجزء الديني ده يا شيخ محمد؟ وبرضه يا شيخ خلي بالك في خلل بالنسبه للتواصل الاجتماعي. هو انا طبعا نفس السؤال يعني نفس السؤال اللي حضرتك هتطرحيه، بس تقريبا من كتر التواصل الاجتماعي والنت والحاجات دي برضه بوظ اخلاق الشباب شويه يعني غالبا يعني. صح؟ تمام. اولا ان موضوع النت ده طبعا فيه الحلو وفيه الوحش. صحيح. اولا لابد الانسان، لان النت طبعا الواحد بيستخدمه في بعض الاشياء الكويسه، في بعض الامور الدينيه، في بعض الفتاوى، وفي بعض الناس بيستغلوه في ابتزاز بعض الاشياء، وده يعتبر هاجي لحضرتك في السؤال ده يعني هنقف عنده، بس كمل حضرتك وهاجي لك في النقطه دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ادبوا اولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب ال بيته، وتلاوه القران الكريم. فهنا بترجع لتربيه الاسره، فرب الأسرة الأب والأم لابد إن هما يغرسوا القيم والآداب والأخلاقيات الحميدة والمبادئ، ويكونوا هما قدوة أصلا. تمام. فمن شب على شيء شب عليه. صحيح. لابد أن يغرسوها في نفوس أبنائهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأطفال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعلموا القرآن، كان يحضروا مجالس العلم، كانوا يصطحبوهم إلى المساجد. فهنا ولي الامر عليه دور كبير، والام برضه عليها دور كبير، والمدرسه ايضا عليها دور كبير، والمجتمع والمجتمع كله عموما ليه دور كبير في موضوع تربيه الاطفال. هرجع لحضرتك في النقطه دي، جات لي رسائل كتير جدا، والموضوع ده على فكره انا بعاني منه فعلا، ده حرفيا يعني. بالنسبه لل لو في اتنين مخطوبين او اتنين مثلا عارفين بعض بشكل عام يعني،
بيحصل انفصال، هي طبعا بتبقى بعت له صور ايا كان او المحادثات، فبيجي يحصل مشكله، تيجي هي مثلا خلاص سابوا بعض عايزه تتجوز، يبتزها، يحصل عليك ابتزاز، لا انت مش هتتجوزي، لا انا معايا صور ليكي، ايه عقوبته في الدنيا والاخره مع ربنا؟ اولا ده يعتبر اسم وكبيره من الكبائر لكل انسان اراد ان يبتز امراه او او او, أو اي تحت اي ضغط او نميمه برضو يعني. ده خلف النميمه برضو. طبعا يعني لذلك ده يعتبر نوع من انواع التجسس او تتبع عورات الناس، والقران الكريم نهى عن التجسس. صحيح. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والابتزاز يعتبر فيه نوع من انواع الفاحشه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فالإنسان الخاطب اللي هو عاوز يعني يبتز هذه المرأة المخطوبة اللي هو تركها علشان مثلا يشهر بسمعتها، هذا الإنسان ارتكب مخالفة شرعية ويعتبر كبيرة من الكبائر. ده هل دخل النقطة دي؟ بس شيخنا معانا مداخلة من بسملة حفيدة الحاج رضا. ألو ألو الو بسملة معانا؟ ممكن الاتصال انقطع. لكن انا عايزه اقول في الجزئيه دي طارق بصراحه مع احترامي، يعني مش معنى اني انا قالوا ايوه بسملة. الو الو ايوه حبيبتي اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. عايزه تقولي ايه لجده؟ كنت عايزه اشكره جدا طبعا. طيب ماشي. عايزه اشكره طبعا على كلامه في القران يا حبيبتي. ان شاء الله وانت تطلعي فتاه من فتيات القران ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي شكرا. مش معنى يا شيخنا اني انا اتخطبت ان انا ادي مجال ان انا ابعت له صور ورسائل. الخطوبه ما هي الا مرحله بتعرف فيها وببني ثقه ما بيني وبين زوج المستقبل، ونفس العكس هو بيبني جدار وثقه ما بينه وبين خطيبته. دينا ما حللناش ان احنا نبعت صور وندي رسائل. تمام. لان ممكن في فتره الخطوبه دي تنفصل، ما بقاش زوجي برضو في مش من حقه ولا من حقي ان انا ابعت له. ما هو في عندك مشكله برضو. المشكله دي على فكره انا قلت لك تطرقت لها كتير جدا وكلموني على البيتج كتير جدا. ماشي. طب الموضوع ده نصلح من نفسنا الاول. الموضوع ده التربيه استاذه برضو في بالزبط. البيت ده اللي انا عايز اتكلم فيه. هل بقى دي تربيه؟ يعني لازم دي قله التربيه مثلا في الاب او الام او في خلل، في خلل في البيت. لازم انشئ بنتي او ابني على نشأة سليمه. تمام. ان ده هيبقى والحياة. زوج المستقبل. تمام. ولكن حاليا في حكم اخوكي تعرفي عليه. معانا دكتوره رشا. معلش يا شيخ محمد. الو ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ والله انا بشكركم على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك. وان انتوا يعني شاركين الرياضه مع الدين حاجه جميله جدا بصراحه. ربنا يعزك. وعايزه اكلم كابتن طارق. اتفضلي اتفضلي دكتوره رشا. انا طبعا بشكرك جدا وبشكرك على تعاملك عامه والتمارين اللي بتقدمها لينا. الله يخليك. وعايزه حضرتك تربط لنا برضو صحه المراه مع الرياضه. تمام. وازاي تقدر تحافظ على صحتها وجمالها ورشاقتها بالرياضه واهتمامها بنفسها؟ لان طبعا في الدين اهتم جدا بالمراه، فعايزين انتوا كمان تهتموا بيها جدا. هدخل برضو معاكي يا دكتوره رشا. قبل ما نطلب جمال الشكل نهتم بجمال الروح، بينعكس تماما على جمال الشكل. المراه طبعاً. المراه مخلوق جميل، هو الحنان، هو الام، هو الاخت، هو الابنه. فلو روحها طيبة صدقيني كل حاجة بتظهر على جمالها الخارجي. بنشكرك. ده حقيقي. والدين يعني اهتم بيها جدا بصراحة. بنشكرك للمداخلة يا دكتورة. شكرا. شكرا يا دكتورة. شكرا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. كمل يا شيخ. طبعا الاستاذه الدكتوره رشا بتتكلم طبعا عن موضوع الرياضه والدين. طبعا الرياضه ده شيء جميل، ده الرسول صلى الله عليه وسلم حض على الرياضه. صحيح. ولذلك الاسلام يعني بين يعني كل من اراد ان يتولى منصب او رئاسه او زعامه اشترط العلماء ان هو لابد ان يكون سليم البنيان، لابد ان يكون قوي. لذلك القران الكريم فيه دعوه الى قوه البنيان. يقول ايه؟ لما بنو اسرائيل يعني حبوا يولوا زعيم عليهم، فربنا سبحانه وتعالى ولى طالوت. لماذا؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده إيه؟ بسطة في العلم والجسم. والمؤمن القوي خير. معلش يا شيخنا معانا الأستاذة أسماء، عايز تسأل سيادتك. أستاذة أسماء السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا بيك.
اهلا بيك يا فندم، سامعينك، اتفضلي قولي سؤالك. معلش حضرتك، كان عايز اسالك. اتفضلي يا فندم، معاكي الشيخ. عم الشيخ سؤال. معاكي اهو، اتفضلي. اتفضلي يا فندم، هو سامعك. حضرتك يا الشيخ، انا واحده جوزي عايز يتجوز عليا، وانا ما فيش اي عيب ولا مقصره في اي حاجه، ده انا كنت مستحملاه في ظروفنا وفي عيشتنا وفي كل حاجه. اتفضل يا شيخ. تمام. والله انا بقول لكل زوجه ان زوجها طبعا هو اهملها او ربما عايز يتجوز عليها مثلا، انا بقول لها اصبري واحتسبي الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى، وحاولي تتقربي من زوجك واهل الدعوه واهل اقرب امام مسجد او اي اهل داعيه يقعد معاه ويوعظه شويه، وانت حاولي تقربي من زوجك وشوفي مثلا نقصه والاسباب ايه برضه. شوفي الاسباب، اكيد في اسباب إيه؟ برضه حاولي مشاكل لازم يبقى في ولعل ربنا يصلح حاله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا يا استاذه اسماء. وعليك بالصبر يعني. جوز ثالثة بالنسبه للرياضه، فالمؤمن القوي الرسول حض على قوه البنيان. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في دينه، القوي في اخلاقه، القوي في جسمه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر الى المدينه انشا ساحه رياضيه ليتدرب فيها الشباب على الجري وعلى الرمي، وقال علموا اولادكم السباحه والرمي وركوب. ودي هترجعنا ان احنا هيبعدوا عن السوشيال ميديا بالرياضه. تمام. لان الرياضه طبعا فيها منفس يعني جميل للانسان. الرسول لما يعني هاجر المدينة أنشأ ساحة رياضية ليتعلم فيها الشباب على الجري وركوب الخيل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو القدوة في قوة البدن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ضرب أروع الأمثلة في قوة البدن. كان الرسول مصارعا، فصارع رجل اسمه ركانة. ركانة ده كان على دين الشرك، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أرأيت إن صارعتك ستؤمن بي؟ فقال له النبي: نعم. فدخل مع النبي في مصارعة، فتغلب على النبي مرة ومرات، فرأى الرجل قوة خارقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلته أنه يدخل في الدين الإسلامي. فالرسول بيحض الشباب على قوة البدن، فلا داعي للشباب أنه يلعب كمال أجسام، يتمرن على الجري، يتمرن على قوة البدن. دي رسالة يا شيخنا، شيخ محمد. بالنسبة للعب كمال أجسام، في ناس بيفتروا يعني. على فكرة الرياضة أخلاق. الرياضة المفروض اخلاق، مش يعني الاثنين يجزئوا بعض. مش بالجسم. في ناس كتير قوي بيعملوا مشاكل، ودي بتبقى قدام عيني طبعا. ودي حاجه معروفه. نقول للناس دي ايه اللي هم يعني بيستغل قدرته البدنيه في اذى الضعيف حرفيا يعني. فلا، ده يعتبر ارتكب هذا الانسان، لان هنا النيه بقى، النيه هنا بيرتكب الانسان مخالفه شرعيه. فيعني الانسان ما يستغلش قوته او يستقوى بقوته على الضعفاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالإنسان الرسول بيحض الإنسان هو لابد أن يكون قويا في بنيانه، قوي في أخلاقياته. أما هذا الإنسان اللي هو بيتدرب علشان يفرض يعني مثلا بيقولوا عضلاته يعني عضلاته أو صدره على الناس، فده يعتبر صحيح ارتكب هذا الإنسان. دي حاجة رضا المثل اللي احنا عايزين نقوله أو تربينا عليه. احنا ليه بيقووا جسمنا؟ ليه بنخلي رجالتنا بنقول أنا بكون ابني شاب وبأكله كويس عشان يبقى بنيانه قوي؟ ليه؟ علشان يبقى سندي أنا لما أكبر، وقت ما يحتاجوه في حرب البلده يقدر يسد ويواجه، ما يبقاش شبابنا ضعيف، ضعيف بالإدمان، ضعيف بالخراب، بالفراغ، بالبطالة. فحاج رضا برضو وجه رسالة لشبابنا إن هم دول درع المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ايا كان بني ادم على وش الدنيا يا حضرتك، لابد ان يكون متربي تربيه سليمه. بمعنى التربيه السليمه يكون عنده تقوى. التقوى والاخلاص دليل النجاح في كل الامور. صحيح. بني ادم عنده تقوى واخلاص دليل النجاح في كل الامور. والاب والام لهم دور بان هم دورهم يعلموا عيالهم الصح، ياكلهم حلال. مش بعيد لو هم بيشتغلوا بتقاضوا قوت يوم بيومهم، ولكن العيل لما بتنشأ من بدايه صغر سنه حضرتك بان هو تقي، فبيبقى عنده قوه القدره على كل شيء، القدره على ايا كان، يقف على الجبهه، يمسك سلاح، يمسك حاجه، لان هو اصلا عنده تقوى. تمام. ومتربي تربيه سليمه. صحيح. ومتربي بحلال، ما دخلش لاسرته، لا الاب ولا الام دخلهم
اي حاجه حرام داخل المنزل. تمام، دي مطلوبه جدا يعني. طبعا وقت التضحية. برنامجنا انتهى عشان الفقره الرياضيه. كابتن طارق، في نهايه الفقره الدينيه الجميله المشبعه اللي لسه ان شاء الله طبعا وعد من شيخنا ان هو هيكون معانا في فقرات ثابته، وحضرتك لا تحت امر حضرتك شرفتونا النهارده جدا، وان شاء الله تكون حلقه مثمره خرجنا منها بروحانيات. شكرا يا شيخ محمد حسني عمار. شكرا كابتن. شكرا حاج رضا. ربنا يخليك يا فندم. نخرج فاصل مع فيديو كابتن طارق ونرجع نعلق لكم عليه. استنونا، ما تروحوش في اي حته. يخش في اي حفله عيدينيه